الجماهير العراقية تشد الرحال إلى أربيل لمؤازرة ممثل الوطن في الآسيوية. نتابع. ان شاء الله رايحين ترحال الاربيل اليوم، طالعين مباراه ان شاء الله باكر يوم الاثنين ضد الاستقلال الايراني، وان شاء الله مباراه فوز للشرطه. احنا ممثلين الوطن ونتمنى من الجمهور يأذن من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله مأجرين قيثاره، وان شاء الله الفوز، وان شاء الله يبيضون وجه. مشجعين نادي الزوراء رايحين نشجع ممثلنا دور ابطال اسيا. تعرف يعني الجمهور متعطش بسبب توقف عجله الدوري العراقي، واغلب الجمهور مو بس جمهور الشرطه راح يروح لاربيل، بقيه الفرق دعمتنا الزوراء الجويه يعني نحكيها مانت الله جايين ويانا، وان شاء الله خير، بس راح ياثر توقف الدوري على مباراه الشرطه، وكذلك نقلت مباراه من كربلاء لاربيل، وان شاء الله خير. فاتحه خير بهاي البطوله، احنا صرنا مشاركين بيها، ان شاء الله تكون فاتحه خير للفريق، وان شاء الله يفرحون الجماهير اللي احنا محتاجين هاي الفرق. طبعا اكو فقره نشكر بها رابطه اربيل اللي نزلت منشور نرحب جماهير الشرطه.